غزة خدها بنطاق أوسع، هي فلسطين، هي الأرض العربية المحتلة، هي الأرض اللي عانت من النكبة الكبرى في 48، هي الأرض اللي عانت من وعد شهير جدا بالجملة شديدة الانتشار: من لا يملك وعد من لا يستحق. هي الأرض للأسف الشديد اللي اتخذت مننا في مؤتمر بازل سنة 1898. هي الأرض المنكوبة طول الوقت، هي أرض القدس، أورشليم، مدينة الرب، مدينة الإله. لازم تبقى فاهم من الآخر كده، لازم تبقى فاهم إن القصة هي مش بس غزة ومش بس رام الله، هي القصة قصة شعب، قصة تاريخ، قصة أرض، قصة منطقة كبيرة اسمها وطني حبيبي الوطن الأكبر، وطني العربي. قصة بتاعت مجتمع مترامي الأطراف من المحيط الأطلنطي وحتى الخليج العربي وحدود العراق العظيم. قصة حدوتة. كتير كتير نلقي اللوم على أنفسنا ونستحق أن يتم إلقاء اللوم علينا جميعا. أنفسنا هنا مش مصر، مصر أكتر بلد قدمت علشان فلسطين وعن طيب خاطر. دايما أوصف مصر بأنها نموذج للأريحية المطلقة. مصر عمرها ما كان ليها أي أطماع في فلسطين، زي ما لهاش أي أطماع في ليبيا ولا أي أطماع في سوريا ولا أي أطماع في السودان ولا أي أطماع في لبنان. مصر بتقدم وهي مش منتظرة أي مقابل، أي مقابل يذكر، مش عايزة حاجة. بالمناسبة هو ده التاريخ المصري اللي ما عندوش في تاريخه على الإطلاق، لو قلنا زي ما بقول لكم كده مانيتون، من 7620 سنة حتى هذه اللحظة مصر لم تغير على أرض إلا دفاعا عن حدودها، تأمن الحدود وترجع تاني بس. والسلام عليكم. تل أبيب عايزة إيه؟ من الآخر تل أبيب عايزة التطبيع. تطبيع الإيه؟ هل هو التطبيع بمفهومه السياسي؟ دلوقتي هي بتحاول تلعب على كده، وزمان من ساعة ما اتعملت بتحاول تلعب على كده. لا، هي عايزة توصل لك إنه الأوضاع المحتدمة وقتل الفلسطينيين يجب أن يكون أمرا طبيعيا وأن يتقبله المجتمع العربي دون أي قلق وبدون نقطة دموع واحدة. يعني لما تيجي تشوف التزامنات اللي بتحصل في عز الضرب اللي بيحصل في أوكرانيا ما بين أوكرانيا وروسيا، وفي عز التوتر القائم ما بين تايوان والولايات والصين والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وتدخل بعد شوية اليابان لا قدر الله في اللعبة فتبقى حدوتة، تجد إنه ما فيش ولا مبرر واحد على الإطلاق لدى تل أبيب إنها تمارس هذه المذبحة على الأراضي الفلسطينية، وتبقى الحجة الوحيدة أصل بتوع الجهاد الإسلامي بيهددوا المستوطنين وإحنا قلقانين. يا سلام، حلوة حكاية إحنا قلقانين دي. يعني العرب هم كمان لما يقلقوا يعملوا إيه؟ ينقلقوا. دكتور حمد فارس، خبير العلاقات العربية والدولية، معانا على التليفون. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ العزيز. ازي صحة حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك، منورنا يا دكتور. تحياتي لحضرتك يا يوسف بيه. تطورات الوضع يا فندم اللي بيحصل على الاراضي الفلسطينية وتحديدا القصف شديد الشراسة على القطاع، واللي مصر بتحاول انها توقف هذا الوضع عند حدود معينة حتى لا تتفاقم، لانه اذا حدث انفلات للامر حماس هي كمان هتدخل على خط المواجهة، وساعتها مش هنبقى عارفين هنعرف نفرمل الموضوع ولا لا. طبعا ده حقيقي، يعني العالم لا يحتمل باي حال من الاحوال صراعات اخرى، ولا بد ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزه. يعني بالفعل مصر تبذل كل الجهود الممكنه للعمل على وقف العدوان الاسرائيلي على غزه. مصر يعني تقدم كل ما تملك وكل ما تتمكن من فعله من أجل حقن دماء أشقائنا في فلسطين، في ظل أن كما أشرت حضرتك في مقدمتك أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو غير مبرر وليس له أي أساس من الصحة،
إلا أن هناك انتخابات إسرائيلية طبعاً ستتم في نوفمبر القادم، وهي نقطة جوهرية يعني يريد كل طرف في إسرائيل وبالأخص الحكومة الإسرائيلية أن تحقق نصراً زائفاً على دماء الأشقاء الفلسطينيين. هي عايزة تكسب نقطة لأنه في تقدم واضح لمجموعة بنيامين نتنياهو. بالفعل كلام حضرتك سليم جدا، يعني فعلا الامور متقاربه، خاصه وان هذه الحكومه يا استاذ يوسف لم تحصل على الا 61 مقعد فقط لتشكيل الحكومه الحاليه، واستقال عضو من المجموعه العربيه، وبالتالي اصبح لازما يعني اجراء انتخابات خامسه في الفتره القادمه، وبالتالي الصراع الإسرائيلي بهذا الشكل من الممكن جدا أن يتوسع بشكل كبير إذا أقدمت حماس على التدخل بشكل أكثر قوة، لأن حتى هذه اللحظة لم تتدخل حماس في الموقف ما بين الجهاد الإسلامي وما بين إسرائيل. طب تعتقد يا دكتور مواقف لعواصم القرار العربي ممكن تيجي ازاي في ظل هذه الأزمة اللي لو اندلعت او بالأصح لو تفاقمت اكتر من كده هتشكل خطورة حقيقية على الوضع في المنطقة؟ يعني في ظني وتقديري ان الاوضاع في غزة الان هي قرى ملتهبة، يعني تشتد بسخونتها يوم بعد يوم، في ظل ان القاهرة أو القيادة السياسية المصرية تعزف منفردة في دعم القضية الفلسطينية، لم تتوقف الدولة المصرية أبدا عن دعم القضية الفلسطينية، وبالتالي على الكيان على الاحتلال الإسرائيلي أن يعي ويدرك جيدا أن القاهرة تلعب من أجل حقن الدماء للفلسطينيين العزل، والعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية، وده اللي احنا شفناه على مر التاريخ. يعني احنا شفنا في 2014 وعلى الرغم من ان الاحداث امتدت لاكثر من 55 يوم الا ان المفاوض المصري تمسك بشكل كبير جدا للعمل على وقف اطلاق النار، ثم بعد ذلك تثبيت وقف اطلاق النار. صحيح. وايضا في العام 2021 في مايو الماضي كيف نجحت الدولة المصرية منفردة في إجبار إسرائيل وإجبار الدول الكبرى اللاعبة في المشهد الدولي للضغط على الإدارة الإسرائيلية لوقف العدوان على غزة بعدما وقع أكثر من 11 شهيد و243 مصاب، ونجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك تثبيت وقف إطلاق النار انطلاقا بعد ذلك لإعادة إعمار غزة، ثم منح ال 500 مليون دولار وايضا ارسال المساعدات الطبيه وفتح معبر رفح. صح. ولكن حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، وهي لابد ان يتم التوحيد الداخل الفلسطيني في ظل ان الدوله المصريه كان لها اكثر من محاوله لتوحيد الداخل الفلسطيني، يعني اخر هذه المفاوضات كان هناك اكثر من 15 فصيل سياسي جاء الى القاهره في محاولة لم الشمل الفلسطيني وجعل القرار الفلسطيني موحد وجعل السلطة الفلسطينية موحدة، وهذا ما دائما ما تتضرع به إسرائيل من أجل ألا يكون هناك مفاوضات بين الجانبين، خاصة أن المفاوضات يا أستاذ يوسف متوقفة منذ العام 2014، احنا بنتكلم في 8 سنين لم يكن هناك مفاوضات، وبالتالي الدولة المصرية يعني تستغل كل إمكانياتها في ظل أن المفاوض المصري دائما وأبدا هو مفاوض رشيد وحكيم ومؤهل لاتخاذ خطوات من شأنها حقن العملية الملتهبة في الداخل الفلسطيني والعمل على إيجاد تسوية سياسية طبقا لمبادرة طبعا السلام العربية اللي تم إقرارها في العام 2002. طيب ال 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 أو رجال مصر اللي قاموا أو المسؤولين عن هذا الملف تحديدا زي ما حضرتك ذكرت في 21 قدروا أن هم ياخدوا خطوة شديدة الاتساع وبالغة العمق في هذا الملف، بقدر أنه جو بايدن اللي ما بيطقناش كلم الرئيس في التليفون شاكرا على الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار. الآن يقف جو بايدن متفرجا مشدوها
وتقف مصر مش بقى هقول هي الوحيدة التي تتحدث أو تغرد منفردة، يعني مصر ربنا خلاها قائدة أوركسترا للعرب، لكنها قائد الأوركسترا الوحيد الذي يقوم بالعزف على آلة هي الوحيدة في هذا الأوركسترا. لماذا لا تتحدث بقية عواصم القرار العربي وهي قادرة على الحديث وقادرة أيضا على اتخاذ ردود أفعال وقادرة أيضا على استخدام أدوات الضغط؟ بالفعل نقطة مهمة جدا، يعني لابد أن يكون هناك تحركا عربيا شاملا. يعني أنا هتذكر يعني المكالمة اللي تلقاها فخامة الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت عندما كان الرئيس السيسي في باريس وكان هناك مؤتمر لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وكان هناك مباحثات تمت ثنائية ما بين الرئيس السيسي وما بين الرئيس ماكرون، وخرج ببيان مشترك من أنه لابد من حل الدولتين والعمل على إقامة دولة فلسطينية. أيضا المواقف العربية لابد أن تتسق مع الموقف المصري، ولابد أن تكون بنفس قوة الموقف المصري، في ظل أن القوى العربية يعني لديها رغبة حقيقية وتعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب جميعا، في ظل أن نحن يعني كانت هناك قمة جدة، وكانت من أهم المحاور خمسة محاور تكلم عنها الرئيس السيسي في هذه القضية، أو في خمسة محاور خرجت من كلمة الرئيس السيسي كان المحور الأول بها هو خاص بالقضية الفلسطينية. وأيضا هناك القمة العربية القادمة في الجزائر التي ستنعقد في نوفمبر القادم، وبالتالي لابد أن يتناغم الموقف المصري العربي مع الموقف الأوروبي الذي نجحت القيادة السياسية المصرية مرة أخرى في أن تتصدر القضية الفلسطينية سدت المشهد الدولي. وهذا ليس كلام مرسلا، يعني لما هنقول من شهر أكتوبر 2021 كان مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد، وهذه القمة أكدت على معنى واحد، وأنه لابد من إقامة دولة فلسطينية وإقامة ومبدأ حل الدولتين. ثم بعد ذلك زيارة الرئيس الروماني إلى القاهرة وأكدت على ذات المعنى، ثم زيارة رئيس المفوضية الأوروبية ولقائها بالرئيس السيسي والتأكيد على أنه لا حل لهذه القضية الهامة في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين، ثم بعد ذلك زيارة الرئيس البولندي أندري دودا، ثم مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة للبناء والتنمية والتي شارك بها القمة العربية الأمريكية، ثم انطلق بعد ذلك إلى صربيا وأيضا إلى ألمانيا وانتهاء بفرنسا. وكل هذه القمم أكدت على معنى واحد وجعلت الدولة المصرية تصب اهتمامها الكبير على القضية الفلسطينية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية في الأساس. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور حامد فارس خبير العلاقات العربية والدولية. لو كان الشأن الفلسطيني هو شأن مصري محض لوضعت له مصر حلا قاطعا. المسألة إنه القضية العربية قضية الشعب الفلسطيني مفترض أنها القضية المركزية العربية، وهنا لم يعلو صوت سوى صوت مصر محدثا بأنها قضيتنا العربية المركزية، وده شيء غريب إنه محدش قال كده غيرنا، غريب جدا. واشنطن مش هتحل، ولندن مش هتحل، وأي عاصمة عربية مش هتحل، ويكاد للكل ألا يكون له ناقة ولا جمل فيما يحدث في المنطقة، بل أي توتر في المنطقة أحيانا كثيرة ما يصب في صالح الغرب، بياخدوا كل اللي هم عايزينه بسبب التوتر. طيب إذن الحل فين؟ قطعا الحل يبدأ من القاهرة، بس قطعا القاهرة لوحدها مش هتحل، لأنه مش قرار القاهرة منفردة، ده قرار القاهرة وقرار الرياض وقرار أبو ظبي، مش هقول لك بغداد ومش هقول لك دمشق، ربنا يا رب يعني يقدرهم على اللي هم فيه، ده قرار الجزائر، ده قرار العواصم اللي شد حيلها.
هم اللي هياخدوا القرار. القاهرة تقود طبعا، بس لازم كلنا نتناغم. هي مش نزاع على مين القائد، هي مش نزاع على مين اللي هيطلع في أول الطابور، هي صورة صورة صورة، كلنا مع بعض في نفس الصورة، كلنا كده واخدين صورة. ارجع للغنوة، اوعى تفتكر ان صلاح جاهين وهو بيفلسف هذه الكلمات كان بيتكلم على ما يتعلق بينا وكفاحنا الاقتصادي وكفاحنا السياسي وكفاحنا المسلح ضد الغرب والاستعمار ايام جمال عبد الناصر، او كفاحنا ضد الامبريالية الدولية بتعبير الستينيات. لا، ده بيتكلم علينا كلنا كعرب.